طبيب صيدلي، والدته كانت بترعاه وجات له حالة نفسية، الوالدة توفت، فهو موجود في مدخل عمارة، وفي جارته السيدة أم سيف اتصلت بالبرنامج وصورته، واتصل بيكي مرة تانية ست أم سيف، أهلا بيكي، وقولي اهلا لنا قولي لنا اهلا المشكلة بإيجاز. بحضرتك. اتفضلي قولي لي المشكلة إيه يا حضرتك. محمد دكتور صيدلي عنده انفصام ذهني. تمام. الوالده كانت بتقبض معاه، وهي اللي كانت بترعيه وهي اللي كانت بتعالجه كل حاجه. تمام. الوالده توفت بقى، حصل له انتكاسه. من فترة قد ايه بقى الصورة دي؟ الوالده متوفيه نهايه اخر 2014. يعني بقاله كده داخل على 6 سنين او 7 سنين. المريض النفسي لما بيبطل العلاج بيوصل للحالة دي. طيب هو محتاج يعني يروح مستشفى ولا دار ممكن يتم لا، ايداعه فيها؟ احنا محتاجين دار رعاية ترعيه، لان هو ما عندوش الا ربنا وانت بعد ربنا سبحانه وتعالى، ما ينسبش كده. حضرتك مكانه فين؟ مكانه في فيصل. في فيصل، وهو في الشارع ولا في المدخل العمارة ولا ايه؟ هو في مدخل العمارة. طب فين قرايبه؟ فين اخواته؟ مالوش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. انت حضرتك تقربي له؟ ايه؟ انت حضرتك تقربي له؟ احنا جيرانه. يعني هو ملوش حد، والدته توفت وهو ملوش والدته اخوات توفت. ولا خالات ولا عمات ولا حد؟ لا، ليه ربنا؟ ليه طيب ربنا قوام الكل؟ بشكرك يا مصيف، نحاول نتواصل مع الاستاذ محمود وحيد وحمله مع لانقاذ انسان، نحاول نشوف حل الصوره دي. ممكن نتصل بالاستاذ محمود وحيد يا جماعه دلوقتي وانا معاكم قبل ما اخش في الفقرات اللي بعد كده، نتواصل معاه. وارجوكم، انا بشكر المسيف اللي يشوف حاله، احنا عندنا نوع من انواع الايجابيه، اي حد في الشارع بنبلغ عنه الارقام الساخنه اللي بتقدمها وزاره التضامن او الجمعيات زي مع لانقاذ انسان. محمود وحيد ده عامل شغل كبير جدا، وفي جمعيات كتيره في مصر، بحيث ما نشوفش حد من اهالينا في الشارع. الصوره دي في 2020 تختفي. انا بشكر المسيف، نحاول نتواصل مع محمود وحيد. وكلمته انا عشان استاذ محمود اهلا بيك. استاذ طارق، اولا مش عارف معانا، ممكن تشوف الحاله على الهواء. في شاب عنده حاله نفسيه بقاله 4 سنوات او من 14 6 سنوات او 7 سنوات في مدخل العماره، وهو صيدلي، فالجاره اتكلمت في فيصل في الهرم، وانت عندكم مكان، هننزل صورته مره تانية، الفيديو معانا اهو. اولا بحييك على دورك، وده جاهز يعني اهو. مش عارف حضرتك شايف الصوره ولا لا؟ شايف الصورة فعلا. يعني حضرتك لو يبقى معاكم طبيب زي ما بتطلعوا كده، ونديك العنوان كامل، قول لي انتوا في الفترة الأخيرة يعني شفتوا كام حد من أهالينا تم إيداع عندكم في دور اللي تخص الجمعية؟ احنا كثفنا الإجراءات عندنا الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، ويعني ضغطنا جامد جدا عشان ناخد اهالينا المشردين بلا مأوى من الشارع، وكان في كمان اجراءات احترازيه بنعملها داخل الدور، لان زي ما حضرتك عارف احنا بنتعامل مع كبار سن، فطبعا دول معرضين اكثر عرضه للمرض. فكنا بنحاول ان احنا نعمل كل الحالات الجديده اللي ناخدها بنحطها في مكان عزل لمده 14 يوم يعني ما ظهرش عليه اي اعراض، طبعا وبنعمل له تحاليل الكورونا. اللي يجي من بره، اللي يجي من بره بتعمل له اجراءات العزل. ربنا يكرمكم، يعني دي حاجه عظيمه يعني. طب حضرتك الاعداد نقول مثلا من قبل رمضان لغايه دلوقتي في خلال شهرين ثلاثه، حوالي كام حاله من القاهره الكبرى تم ايداعها معاكم؟ من رمضان لدلوقتي؟ ده فتره كبيره. احنا مثلا كل شهر ممكن بناخد حوالي 10 حالات في الشهر. 10 حالات، ما شاء الله ما شاء الله. اجمالي الحالات عندكم كام، سواء في الدقي او في منطقه الهرم؟ القوة الاستيعابية بتاعتنا 180 حالة. تمام. واحنا حاليا عاملين كمان في صدد افتتاح مشروع قومي مع وزارة التضامن الاجتماعي، بنعمل صرح كبير، مشروع قومي يستوعب 520 حالة. ما شاء الله. وده أول مشروع من نوعه في مصر، لأن هيبقى ضامن كبار السن والأطفال مع بعض، عاملين عملية دمج بين الكبار بلا مأوى والأطفال بلا مأوى، وهيبقى ليهم أنشطة يومية مع بعض، ودي تجربة أول مرة تحصل في مصر. ده مكانه فين حضرتك بقى؟ ده هيكون مكانه في الجيزة، مباني دور التربية بولاق. فبعتاتا
انا عارف يا ابو فندم. تلاتة فعلا. في ملعب هناك ومكان جميل، انا رحت قبل احنا التطوير. بالمكان بتاع دور التربيه يعني دكتوره نيفين قباش وزير التضامن الاجتماعي اتنقلت لنا 3 مباني، الثلاث مباني دول هيتعمل مبنى للسيدات ومبنى للرجال ومبنى للاطفال. هجيلكم ان شاء الله نتتابع ونشوف دوت. لكن حاله الطبيب ده حضرتك الاجراء اللي ممكن نعمله ايه؟ انا بعد ما اقفل مع حضرتك هيدوك رقم الجاره وممكن حضرتك تشوف دوت، والحلقه الجايه نتم عرض ما تم من اجراءات لي، واي حد ممكن يتواصل معاكم. الرقم الساخن بتاعكم كام يا استاذ محمود؟ 012-108-108-56. 012-108-108-56. لما تشوفوا حاله زي الطبيب ده، حد من اهالينا وناسنا، الرقم موجود على الشاشه اهو، نتواصل بهذا المكان الراقي الجميل اللي بعتز بانتمائي ليه. ومحمود شب يعني اقول اخويا، تم تكريمه بره وجوه وراجل عظيم. استاذ محمود هتخليك معانا بعد ما اخلص مع حضرتك، تاخد تليفون الجاره وممكن بكره يتم التواصل معاها ونشوف حاله الدكتور وهو موجود في الدار بدل ما في المدخل كده يعني. استاذ محمود معايا؟ طارق، واحنا اللي بنفتخر ان حضرتك معانا في مؤسسه معانا لانقاذ انسان. انا اللي بشكرك ومعاكم قلبا وقالبا، ونشوف اكبر مكان بيضم اكثر من 500 طفل ومسن، ومكان جميل انا عارفه مع الانقاذ انسان هيبقى حاجه تانية جميله. شكرا للاستاذ محمود وحيد.